محمد الفيومي عميد كلية التجارة الأسبق، أهلا بيك. أهلا وسهلا يا فندم، أهلا. سيادتك حريص إنك تحضر الاحتفالية مع أبنائك الطلبة النهارده ليه؟ أفراح حبيبي، لما تشوف الشباب، شوف الشباب في كل حتة بيتحرك ويجري وينط. هي دي كلية التجارة، كلية عظيمة، يعني كلها نشاط وكلها حيوية. الحمد لله السيد العميد الدكتور السيد قايم بمجهود كبير أوي لإعادتها لما كانت عليه زمان، يعني الحمد لله. فزي ما حضرتك شايف الطلبة قعدوا 4 سنين معانا، فرصة انهم يتعرفوا على الختام بتاع نشاطهم، وفرصة انهم يتعرفوا على رابطة الخريجين، لان احنا عندنا رابطة خريجين قوية للكلية وفي رابطة تانية للجامعة يشتركوا فيها، لان بيبقى فيها انشطة كثيرة علمية وثقافية واجتماعية عشان يعرفوا ممكن يعملوا ايه في الجامعة، وعشان يعرفوا الماجستيرات والدكتوراه بتتعمل ازاي. ففرصة عظيمة زي ما حضرتك شايف احتفال عندنا النهاردة في فرح، الكلية كلها حركة وكلها نشاط. من وجهة نظر حضرتك ان هذه الاحتفالية بتعمل تواصل وترابط بين الدفعات المختلفة التي تم تخريجها في السنوات الماضية والموجودة الآن؟ والله شوف حضرتك اللي بيشتغلوا فيها الطلبة والناس خريجين والناس كانوا مديرين وبطلعوا على المعاش وبيشتغلوا، كانوا في البنوك وفي بيشتغلوا معانا والطلبة الموجودين حاليا، فدي فرصة للترابط بين الأجيال المختلفة، لأن الصغيرين دول عايزين يعرفوا حاجات كتيرة ما عدتش عليهم، بياخدوا خبرة من الناس الأكبر منهم. فدي فرصة جيدة جدا لتلاقي الطلبة، وبعد كده تلاقي عمر الجامعة أحسن عمر للطالب، يعني بعد كده الواحد هيبقى مشغول بالبيت وبالشغل فدي فرصة سعيدة إن هم يقضوا 4 سنين كلية في كلية جميلة. والنهاردة من سنة أولى لسنة رابعة، يعني كل الفرق الإنجليزي موجودة النهاردة، ربنا يعني يساعدهم يعني يا رب.